إننا نتأسف أشد الأسف لما حصل ولا يزال يحصل حتى هذا الوقت في مدينة مرزق. مدينة مرزق، المدينة الآمنة، المدينة الوادعة، المدينة الحضارية، كيف يحصل فيها هذا الأمر الآن؟ القتل وسفك الدماء والتصفيات العرقية. ونحذر أهل مرزق وأهل الجنوب بصفة عامة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به هذه المدينة ويمر به الجنوب، نحذرهم من تصفية الحسابات القديمة، ونحذرهم من دوافع القتل باسم القبيلة وباسم العرق، فإن هذا صاحبه لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، والقتل للثأر لا يؤدي إلا إلى مزيد من القتل. وأقول سواء للمستقوين الآن أو للمستضعفين، عليهم أن يغلبوا جانب العقل وينادوا عقلاءهم ويعملوا مصالحة حقيقية لحفظ النسيج الاجتماعي في مرزق. فأقول لأهلنا في مرزق وفي الجنوب، عليكم أن تتصالحوا وأن تكفوا عن القتل الذي دوافعه هو انتقام أو قتل. أحذرهم من الاستمرار في هذا القتل للقتل، القتل العصبية. عليهم أن يحافظوا على إخوانهم العرب، يحافظوا على إخوانهم التبو، والتبو يحافظوا على إخوانهم العرب. أقول للمكونات الآن التي ربما عندها القوة والكفة في راجحة إلى جانبها، أقول لهم لا تفرحوا بذلك، فإن الكفة قبل أيام قليلة كانت راجحة إلى جنب عدوكم، فهذا الأمر يتبدل ويتغير، فلا يبقى لكم إلا المصالحة الحقيقية أنتم وإخوانكم تبو ولا عرب ولا أي مكون من المكونات الموجودة في الجنوب.